القلب بعدك خرب والعقل بعدك دمر، لا تحسبن كل من يدعيه قد راح له، كان نور وجهك لمنه شع نور القمر، يرتاح نور القمر منك وترتاح له، يطيب معك الملاقى والوصل والسمر، ويدعي لك الشوق من راسه إلى كاحله. آخر مرة أصور زي المقطع اللي قبل شوي، ممكن كان قبل 4 شهور ولا 5 شهور، إني أفتح السناب كذا وأتكلم وأصور وأنزل أي شيء، فعشان كذا أنتم مستغربين. أنا أول مرة قبل شوي أفتح السناب وما أروح لا يمين ولا يسار، لا رحت أشوف محادثات ولا رحت أشوف ستوريات، قلت لازم أصور المرة ذي. زبط الأبيات ما لها أي هدف اللي قلتها قبل شوي، وهي لابن الذيب على ما أعتقد، وحبينا نطلع عليكم فقط لا غير. الأيام الجاية بإذن الله انتظروا أعمال تعجبكم، أعمال ما تعب عليها كثير، والله يوفقنا وإياكم يا رب. يمديك شوف بس صور من الجهة هذه من ورا، أنا بزبطها يا أخوي. ما عاد كرزقنا الله من الصور. ليه؟ بس هذا شو هذا؟ ايش السالفة؟ يصور القمر العذاب والله يصور يصورني مع القمر ذا بعد.